بيقدر يقول غير كده، ولكن أيضا هناك المصلحة العامة فوق الجميع. المصلحة العامة، مصلحة مصر يعني فوق الكل، مصلحة الأندية المصرية فوق الكل. هو اللي حصل فينا في المنتخب ده من إيه؟ من إيه؟ ومعلش أنا بس هدخل حضراتكم في جزء بسيط من الكلام اللي أنا قلته في الحلقة الأخيرة. أولا أنا بشكركم جدا على ردود الأفعال، لكن أنا كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلهم أصدقائي وكلهم قريبين، أو معظمهم مش كلهم الحقيقة لأن في ناس، المهم معظمهم أصدقائي وقريبين مني جدا، ويمكن في منهم عشت معاه لسنوات طويلة جدا في الملاعب. لكن حضرتك لما بتيجي تتكلم بتتكلم عن بلد، بتتكلم عن حاجات كتيرة حصلت، لأن جالي كذا تليفون كده إيه فيما معناه ان انا يعني يا كابتن اسلام الناس دي اخواتك، وطبعا اخواتي وسيظلوا. وبالمناسبه انا عمري في حياتي ما اتهمت في حد قريب مني او بعيد بان هو لا قدر الله بياخد حاجه او بيعمل حاجه او الكلام الفاضي ده، لكن انا مش انا اللي محل، مش انا اللي بقول القانون ايه، ولا انا اللي بقول، لا في قانون. لو القانون قال، او في قضاء، لو القضاء قال ان مجلس اداره الاتحاد المصري ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، كلنا هنقول سلام، مظبوط، كلام مظبوط. ولكن انا عمري في حياتي ما اتكلمت عن حد الا قد تكون هناك انتقادات. يعني انا ممكن انتقد، خلوني اجيبها الحال في حد، في حازم امام مثلا. حازم امام زميل ملاعب وعشت معاه سنوات طويله وكنا بنقعد في غرفه واحده، فانا ممكن انتقد سياسه الاتحاد في حازم امام مثلا، ولكن انا عمري ما انتقد حازم امام في امور تانية انا ما اقدرش اقيمها، أنا ما أقدرش أقيمها. كلهم ناس شرفة ومحترمين لحين ما يثبت العكس. واللي بيثبت العكس ده مين؟ مش أنا ولا كلامي ولا كلام الإعلاميين ولا كلام فلان ولا كلام علان، لأ، القضاء. القضاء هو اللي بيثبت الكلام ده، مش أنا ولا حد تاني بيتكلم. إحنا بنقول لحضراتكم بعض الحقائق اللي حصلت ومحدش يطلع يقدر يكذبها. الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم أعتقد يوم الأربع اللي فات، أو أنا آسف، يوم الحد، كله كلام محدش يقدر يطلع يكذبه لانه في شهود يقدروا يطلعوا يتكلموا، يقدروا يطلعوا يقولوا بالنسبه للوقائع اللي قلتها لحضراتكم المره اللي فاتت. فكلهم اصدقائي وكلهم حبايبي وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انت بتتكلم عن انهيار تام لمنتخب بلدك. انت بتتكلم عن منتخب بلد كان من المنتظر، من المنتظر ان هو يكون بيلعب في النهائي ووراه 100 مليون او 104 مليون، وفجأة لقيت نفسك خدت قلم كده وطلعت بره البطولة. سبحان الله، اللي مصبر الناس أو اللي مصبر الناس أكتر كمان، واللي مخليهم سعداء وكلنا فخورين وكلنا فرحانين، إيه؟ الشكل اللي الناس بتتكلم عليه، الشكل التنظيمي للبطولة. البطولة دي فيها إيه؟ وتنظيمها عامل إزاي؟ والملاعب اللي فيها عاملة إزاي؟ والشغل اللي فيها عامل إزاي؟ وما بنقولش كده نفاق ولا رياء ولا حاجة إطلاقًا، لكن هي دي الحقيقة. هو ده اللي بنشوفه بعينينا في الملاعب المختلفة. أنا رحت كل الملاعب تقريبًا. كل الملاعب حاجه، نظام ايه وحاجه ايه، حاجه محترمه وحاجه جميله، خلتنا ان احنا نبقى فخورين. كنا فخورين بالناحيه التنظيميه، ولكن للاسف الشديد كنا زعلنا جدا من الناحيه الفنيه. ده بالنسبه للمنتخب. فكان لازم اقول الجزء ده لانه انا ما بحبش دايما ان انا اجي على حد وهو في موقف ضعيف. كلهم صحابي وكلهم اخواتي وكلهم شرفاء لحين اثبات العكس. واللي يثبت كده مش انا ولا اي حد بيتكلم، اللي يثبت كده القضاء المصري أو النيابة المصرية، مش أنا.